يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 20، الإسكندرية 24-16، مطروح 22-15، بورسعيد 33-20، إسماعيلية 39-21، وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للسويس 34-20، العريش 39-22، طابة 36-23، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 38-24، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 42-27، أسوان 43-27، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 33-27، حلايب 30-26، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.